تعديل العمل بالدستور بشكل مؤقت. الله أكبر لكل أبطال شمال سيناء، ويمكن دي تكون آخر لحظات حياتي في الدنيا. أنا لسه عايش، متمسكين بالتبة، متمسكين بالأرض، عشان خاطر زمايلنا الشهداء ما نسيبهمش ولا أي مصاب هنسيبه. أحب أعرف الجميع وأديكم نبذة عن حياتي. ليا الشرف والد الشهيد اللي أفتخر بإنجازاته. اتكلفنا رجالة مهمة اللي احنا نخش مناطق بؤر إرهابية جديدة. فعز دينه كان بينزل للدفاع عن كل شبر في الوطن، وباستماتة عرض حياته ألف مرة للضياع. يستاهلش كره ابدا او شماتة. واحب افكركم جميعا لو نسيت اللي اتحرم دلوقتي منه اهل بيتي، وعشان امننا بالقدر وبالشهادة قلنا العمل لاجل الوطن افضل عبادة. انا معايا عسكري، انا معايا شهيد، طقوا السبيل علينا كلنا. اللهم الاعتراض اكيد دي حاجه مكتوبه له. هاتوا حق بابا على ما انا اكبر واجيبه بايدي. انا حبقى زيه مش هخاف، هكمل المشوار بداله. فعز دينه كان بينزل للدفاع عن كل شبر في الوطن، وباستماته احنا مش هنسمح ان حد يقرب من مصر تاني ويدخلها في الفوضى والخراب والتدمير تاني. عرض حياته الف مرة للضياع، ميستاهلش كره ابدا او شماتة. وحب افكركم جميعا.